السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم في قناة مطبخ فاتي الفلالي. اليوم غادي ندير معكم ميني بطبوط اللي كيجي ناجح، واخا تكوني اول مرة غادي ديريه غادي ينجح معاك ان شاء الله. والحشو اللي غادي نعمر به هذا البطبوط زوينة بزاف وغير مكلفة، وكتبقى الحشوة على حسب داكشي اللي متوفر عندك في البيت ديالك. ونتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، وندوزو المقادير وطريقة التحضير ديال هاد الوصفة. على بركة الله ندوزو المقادير. اول حاجة غادي نبداو بها هما المقادير ديال البطبوط. عندي هنايا زلافة ديال الدقيق، زلافة ديال القمح، جوج معالق كبارين ديال الزيت الرومية، عندي هنا معلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة، وعندي غادي ناخد من هاد الباكية غادي ناخد منها غير نص معلقة ديال الخميرة الفورية، شوية ديال الملحة، ومعلقة صغيرة ديال السكر سنيدة. دابا ندوزو للمقادير ديال الحشو. عندي هنا 200 غرام ديال الدجاج، وميتين غرام ديال الكفتة ديال العدند، عندي جوج فلفلات متوسطات، وحده خضراء وحده حمراء، وعندي بصله كبيره مشلضه. وهنايا التوابل، عندي هنا شويه ديال البزار، شويه ديال السودانيه، شويه ديال التحميره، وجوج ضامات ديال الثومه، واللي عندها الثومه بودر يعني دير معلقه صغيره، والملحه. على بركه الله ندوزو اول حاجه، غادي نعجنو البطبوط باش نخليوه يرتاح، عاد ندوزو نكملو المقادير الاخرين. اول حاجه غادي نديرو هي الخميرة المعجونة، غادي نديرها بشوية ديال الما دافي، وغادي ندير معاها السكر، السكر سنيد داك المعلقة، تي غادي نجيب معلقة صغيرة باش نحرك، خليها هنا تذوب. غادي ناخد زلافه ديال الدقيق، عفوا القمح وزلافه ديال الدقيق، غادي ندير شويه ديال الملحه، غادي ندير دوك جوج معالق كبارين ديال الزيت، نجيب ديك الخميرة، السكر، غادي نعطي نخمم شوية، تقريبا نص معلقة ديال نص معلقة صغيرة. وعندي هنايا الما دافي باش غادي نعجن العجينه. العجينة ديالتو خاصها تكون طرية، وخاصها تدلك مزيان، هي تجمعات معايا. دابا غادي ندلكها مزيان، كيخصو يتدلك مزيان،
المهم البنات، انا غادي نكمل دابا الدليك ديالو ونخليه يرتاح وندوزو للطريقه ديال التحضير ديال الحشو. دوزو البنات دابا باش نشحروا المكونات الاخرين. غادي ناخذ البصله، غادي نشحر البصله مع الفلفل بوحدهم حتى ينزلوا، عاد غادي نزيد عليهم الكبته والدجاج. اللي بغى يشحرهم بوحدهم ويشحر الكفته والدجاج بوحدهم، كل واحد كيبقى يدير. المهم البنات انا غادي نشحرهم ونرجع لكم. اول بنات الحشو بعد ما وجد، بعد ما شحرته مع ديك الكفته والدجاج وطابو مزيان كما كتشوفوا، والعجينه ديالتي من بعد ما تي خمرات وقطعتهم وخليتهم كيخمروا عاود مره اخرى مده ديال 10 ديال الدقائق تقريبا، هانتوما كما كتشوفوا راه بدا كيخمر. دابا غادي ندوزو باش نطيبوه ان شاء الله. المهم البنات دابا غادي نبدا نطيبو. خاص المقلاة تكون سخونه وعلى نار مهيله باش تنفخ عليها خاطره. كيف تشوفوا بدا كيطلع خاصكم تقلبوه. المهم البنات انا غادي نكملو في الطياب ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما طيبتو شوفوا كيف كيجيو، ما كايناش كاع البابا، كيجيو زوينين. خاصكم فاش تكونوا كتقطعوهم يكونوا رقاقين، يعني ما يكونوش غلاضين بزاف باش ملي غيتنفخوا ما تكونش فيهم ديك البابا من الداخل. دابا غادي نعمرهم قدامكم. بغى يزيد الفرماج، اللي بغى يزيد شي صوص يعني بحال مايونيز ولا كيتشوب كيجيو زوينين. عندتهم بساطين نستنعمر لكم حين اخرين. البنات انا غنكمل كاع الكميه اللي عندي ومن بعد نوريكم ان شاء الله. ها هما البنات الطيبيطات كملتهم وعمرتهم بالحشو اللي كان عندي. ما نقول لكمش على المذاق، كيجيو لذاذين بزاف ورائعين جدا. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوهم ان شاء الله. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا ليه لايك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم لي فيديو وديروا لي ابوني. شكرا على المشاهده.